يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. كلنا طبعا مستنيين مشوار الابطال في كل بطوله، وبالذات في بطوله دوري ابطال افريقيا بيدخلها النادي الاهلي في كل النسخ يعني قبل كده دايما. واحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى عندنا يعني جرعه كبيره جدا من التفاؤل واحساس كبير جدا الاهلي ليه فرصه كبيره جدا في تحقيق اللقب. لكن مفيش بطوله حسيت فيها الاحساس ده زي البطوله دي، احساس كبير جدا ان شاء الله بالتفاؤل وباذن الله. وخد بالك حطه في اعتبارك دايما انه احنا في اللقبين الاخيرين، في النجمه التاسعه اللي حققناها على حساب الزمالك المصري وفي النجمه العاشره اللي حققناها على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي، واجهنا فيهم مطبات صعبه، واجهنا فيهم مشكلات كبيره جدا، عانينا فيهم من غيابات وعانينا فيهم من اصابات وعانينا فيهم من اجهاد وتلاحم مواسم وتلاحم مباريات، ورغم كده كنا قد التحدي ووصلنا للعلامة الكاملة وحققنا لقبين وحققنا نجمتين مهمين جدا في مشوار الأهلي الإفريقي، خدونا بعيد مسافات كبيرة جدا بعيدا عن أقرب منافسينا. عشان كده بقول إن الطموح والحلم والتفاؤل في البطولة دي كبير جدا عند كل الأهلاوية. وأنا مع كامل الاحترام لكل الفرق الأفريقية، وأنا تابعت وشفت يعني معظم جولات بدايات الدور المجموعات، مع كامل الاحترام طبعا في فرق كبيرة، في فريق زي الوداد زي الرجاء زي الترجي زي سان داونز اللي هنلعبه النهارده، لكن انا شايف الاهلي يغرد منفردا والاهلي في حته تانية. هو البدايه الفعليه النهارده في مواجهه سان داونز ان شاء الله باذن الله، فريق محترم رغم ان كل الحقيقه الارقام والمواجهات التاريخيه بتصب في مصلحه الاهلي، لكن دايما اتعودنا مع سان داونز الموضوع ما فيهوش حسابات. صحيح الفريق ما قدرش يكسبنا يعني في خلال 10 ماتشات غير مره وحيده يتيمه على ارضه، لكن في النهايه ما تقدرش تنكر انه سان داونز في السنوات الاخيره فرض نفسه على القاره كواحد من افضل الفرق اللي بتلعب كره في دوري الابطال، وبالتالي بطل جنوب افريقيا ليه كل الاحترام والتقدير، وابطالنا ان شاء الله لها النهارده باذن الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا عند الميعاد ويقدموا عرض قوي، واحنا واثقين ان شاء الله باذن الله فيكم ومتاكدين باذن الله ان انتم قادرين على حسم المواجهه دي لصالحنا. والاهم كمان لو تمتعونا بشويه كوره حلوين وتكملوا حاله التالق اللي انتم بادين عليها من بدايه الموسم، ما خذلتوناش الحقيقه السنه دي في اي مواجهه من المواجهات بما فيهم بالميراس اللي في كاس العالم للانديه. كنا نتمنى نوصل مباراه نهائيه، لكن ابدا ما حدش يقدر يلومكم عشان الظروف اللي واجهناها قبل البطوله. خليني ابدا مع حضراتكم حلقه النهارده باهم اخبارنا والعناوين. الاهلي يواجه سان داونز في مباراه خارج التوقعات الليله بدوري الابطال، وتفوق تاريخي للأهلي في مواجهاته أمام سان داونز. مدرب سان داونز موسيماني سينواجه الليلة شخصية جديدة لبيتسو موسيماني. وجهاز المنتخب يتابع هاني وياسر إبراهيم أمام سان داونز. كيروش يستقر على ضم 5 محترفين أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.